ايه يا كمال يا سمر، مالها؟ تلاقيش انا جلاقي الدكتور طمنا عليها وقالها هتبقى كويسه باذن الله. السلام عليكم. مجدي تعالى، قاعده برن عليك كتير قوي، انت فين؟ انا اسف. في ايه؟ مفيش، ابني بس تعبان قوي مش عارف اقول لك ايه. هو في ايه؟ انا مش فاهمه، هو لسه هيكون في ما بيننا مقدمات؟ ما تقولي ابني تعبان انك ليه؟ بيقول عنده مرض خطير وملوش علاج. طيب ما تروح له. انا هقعد النهارده يعني مع سمر هنا، ما تروح تطمن عليه، ما تقعدش في البيت لوحدك. يعني انت مش هتتضايقي؟ اخس عليك، اتضايق ايه بس؟ طبعا لا، روح له اطمن عليه، وانا يعني لو ما فيهاش احراج برضه هاجي اطمن عليه بنفسي. يلا روح، مستني ايه بس؟ انا بحبك قوي. وانا كمان اكتر. روح، انا هدخل اطمن على سمر. انا نازل اقعد تحت في الكافيتيريا قرفان. طب ما انا كمان قرفانه، ما تيجي ننزل نقعد نتكلم مع بعض تحت شويه، عايز اعرف شويه حاجات. لا انا ما عنديش حاجه تانية اقولها لك، انا كل اللي عندي قلته، عشان كده لازم انزل اقعد لوحدي. هي فين البنت؟ فين؟ عامله ايه؟ قولي لي البنت عامله ايه يا بنت. انت فين من امبارح يا سيده؟ يو هقول لك بعدين، بس طمني عليها، هي كويسه؟ ما تلاقيش، هي جوه في اوضتها كويسه. ايه ده؟ باين لي جيت في وقت مش مناسب. لا ما كلنا بنيجي متأخر يا سيدة. أنا نازل. وأنا قلت لك أنا عايزاك. طب ما أنا ياما كنت عايزك. على إذنك يا سيدة. أعمل إيه؟ اجري وراه وراه. متأكدة إنك مش كذاب. لا ما بكدبش يا كمال، ولو كدبت على الدنيا كلها عمري ما هكدب عليك انت. يعني عزت؟ يعني عزت. وانت عايشه ليه يا كمال؟ نعم. مش معقول مش واخده بالك من كل حاجه بتحصل حواليك، حتى لما حد بيجي ينبهك ويقولي خدي بالك تعملي برضو انك مش واخده بالك، لكن عليك مقفول. مش عايزه اصدق انه بعد. هو انت لسه بتحبيه؟ ابن عمتي. بس باعك. مش قادره استوعب كده. كمال يا احمد باعك من زمان، ساعة ما جريتي عليه وقلتي له انا اخواتي اترمينا في الشارع محتاجين الفلوس، وعمل فيها عبيط مع انه معاه فلوس كتير قوي مرضيش يدفع. امال مين اللي دفع؟ انا اللي دفعت. ما قلتش ليه؟ عشان بحبك. بحبك يا كمال، بحبك من زمان. ما كنتش هينفع اقول، ما كانش هينفع اقول ان انا بحبك، حتى اما رحت دفعت الفلوس وجيت فرحان زي الاطفال اقول لك ان الفلوس اتدفعت، قلت لاحمد اللي دفعها، سكت مع اني كنت بتحرق من جوه، بس قلت كفايه عليا ان انا اشوفك فرحانه مش مصدومه في ابن عمتك، تحسي ان انت معايا وهو معاكي. قلت يمكن في يوم من الايام يحس بقيمتك، لكن للاسف هو عمره ما حس بيكي. انا عايزه امشي بعد كل اللي قلتولي.
لازم امشي. ممكن تقعدي معايا شويه؟ كان دي تبقى اخر مره نقعد فيها مع بعض لوحدينا. مش قادرة أبص في عيني. إزاي ما شفتش النظرة دي قبل كده وما حسيتش بيها؟ أنا مش همشي لأني بهرب منك، لأ. أنا همشي لأني مش قادرة أقعد قصادك. أول مرة أحس إن في حاجة خرجت من قلبك بتحبطني. عايزة امشي لاني مش مصدقة الاحساس اللي حسيته دلوقتي، وخايفة اكون بخدع نفسي مرة تانية. اللي زي وجيه ده اكيد محتفظ بكل حاجة. يعني مش فاهمة. اللي زي وجيه ده حاسس انه صايع كازانوفا، وتلاقيه بقى بيحتفظ بالحاجات الخاصة بالبنات اللي يعرفها. وده يهمنا في ايه بس يا منى؟ لا ده يهمنا ويهمنا كمان. ما هو لو يعرف البت اللي اتجوزت الوزير إياه دلوقتي، يبقى ليهم صور سوا، فيديوهات خاصة، فيديوهات عامة، وأكيد هو مش عاوز حد يعرف عنه حاجة. ده غير إنه ممكن يكون كمان في مكتبه حاجات خاصة وأوراق توديه في 60 داهية. حكاية البنات دي أنا متأكدة منها، ده عيل واطي وندل. أنا متأكدة إنه أي حد يعرفه سواء راجل أو ست ماسك عليه حاجة. طب إحنا عاوزين نوصل للمكتب بتاعه في الشغل ومكتبه اللي في بيته عشان نفتش فيهم. ماشي، دي سهلة. سهلة ازاي؟ لا سيبيها عليا بقى، أنا هعرف أوصل لمكتبه هنا وهنا كمان. يا لهوي يا مروة، أوعي بس يا حبيبتي تعملي زي الأفلام العربي القديمة. وحياتك عندي لعمل لك أفلام جديدة المرة دي. انت اللي قافله الباب؟ اه انا اللي قافله الباب. هاتي المفتاح. لا مش هديك المفتاح. بقول لك هاتي المفتاح. مش هديك المفتاح يا سامح، انت عايز تروح فين؟ انت مالك؟ هاتي المفتاح. مش هديك المفتاح. مش يعني ايه؟ في حته مش هتخرج من هنا. هتحبسيني؟ اه هحبسك. مش هتخرج غير لما الدكتور يجي ويشوفك. حلو قوي. انت عايزه تقنعيني انك خايف عليا وجايبه لي الدكتور. مش عايزه اقنعك باي حاجه. قول اللي انت عايزه، المهم اني هعمل كده.